وسهلا بيكم في سلسلة موانع الحمل من الألف للياء، الحلقة 31. هنجاوب النهاردة، هنواصل الكلام على موانع الحمل الهرموني. هنواصل على سؤال مشهور وتساؤل حتى ولادنا الدكاترة من طلبة الماجستير والدكتوراه بيسألونا كتير، لأنه بيبقى بالنسبة لهم مش لاقيين له تفسير، وبالنسبة للحالات هم بيمارسوها عملي وبيشوفوها عملي. فبنلاقي الاضطرابات الهرمونية دي نمرة واحد بتختلف من ناحية أربع حاجات. نمرة واحد من الشدة، زي ما احنا عرفنا في الحلقات السابقة ان الاضطرابات الهرمونية دي بتاخد جوانب مختلفة، فممكن تشمل اضطراب هرمون الذكورة، فممكن السيدة تلاحظ سقوط الشعر بتاع شعرها، شعر الرأس، وممكن تلاحظ زيادة الشعر بتاع الشنب والدقن. ده الأولاني بيبقى درجة بسيطة من زيادة هرمونات الذكورة، والدرجة التانية ده بيبقى درجة جديدة. في حالة يجيلها كذا وفي حالة يجيلها كذا من نفس موانع الحمل في نفس الظروف، يبقوا اتنين حتى ممكن يبقوا توأم، ولا أختين لهم ظروف يعني الصحية المماثلة. يعني برضو مثلا زيادة هرمون الأنوثة، في حالة ما تحسش بحاجة خالص، هي بيبقى هرمون الأنوثة ده زايد عايز وقت عشان تحس، وفي حالة تحس الدورة بتبتدي تتقل عليه، هرمون الأنوثة زاد أكتر، وفي حالة تحس بقى جسمها عمل أورام ليفية أو أورام حميدة في الثدي، وممكن لا قدر الله لو الحالة جديدة تحس بأورام خبيثة في الثدي وفي الرحم، في ده وفي ده. فالست الواعية مجرد ما تحس بخلل تيجي جري، لأن لما بنلحقه من الأول بنوقف الحاجة بيسموها الدائرة المفرغة دي، يعني حالة التدهور الدائم يعني بالبلدي، يعني الحالة البسيطة تجيب الحالة الأشد، الاستهتار بالحالة البسيطة تجيب الأشد، الحالة الأشد اللي تقدر تتعايش معاها يجيب الكارثة. فدايما من الشطارة ان احنا بنعمل هذا الكلام. الحاجة اللي بعد كده التنوع، واحنا ناقشناه، احنا قلنا عندنا ست انواع من الهرمونات: زيادة هرمون الانوثة، زيادة هرمون الذكورة، زيادة هرمون الحمل اللي هو البروجسترون، والحالة ممكن اللي بتاخد الهرمون ده وجسمها بيزوده بتلاحظ مثلا ان ممكن ما تحس بحاجة خالص، وممكن تحس ان الدورة ضعفت، وممكن تحس بنزيف، وممكن تحس بسلس للبول ضعيف، وممكن تحس بسلس دائم للبول، وممكن تحس ان الرغبة للعلاقة الزوجية قلت حاجة بسيطة، وممكن تحس ان هي فقدت الرغبة نهائيا ويعمل مشاكل وهي وجوزها مش عارفين السبب، ودماغهم تروح لحتت ملهاش لازمة. ما يقولنا بحكاية بسيطة، مجرد ما نبطل الموانع وسنة سنة كده عما جسم يتخلص من هذا الاضطراب كل حاجة ترجع تاني زي ما هي. مثلا الهرمون الرابع اللي هو اللي بنسميه جلوكوكورتيكويد، وده أعراضه بيبقى فيه سمنة، بيبقى فيه سكر، وعلى فكرة الحالة البسيطة والحالة الشديدة بيدوروا بعض، يعني لو واحدة جالها سمنة يبقى عندها استعداد للسكر، جالها سكر بيجيلها نهم للأكل وتبتدي تلخبط في الأكل، السمنة هتزيد، تخزين الهرمونات هيزيد، الجلوكوكورتيكويز دي هتزيد، السكر هيصعب السيطرة عليه، السمنة هيصعب السيطرة عليها، وتخش برضو في دائرة المفرغة اللي قلتلكوا عليها أو التضخم. الحاجة اللي بعد كده المينرالوكورتيكويد اللي هي اللي يحصل العيانة عندها ضغط، ممكن العيانة ما تحس بضغطها خالص، وممكن بعض البنات والسيدات يحسوا، سيداتنا يعني اللي بياخدوا موانع للحمل، تحس ان ضغطها واطي حتى ان ده طبيعتها ما تغيرش خالص، وممكن حالة تحس ان ضغطها بقى طبيعي. هو طبيعي بالنسبة للحالات الاخرى، لكن بالنسبة لك ده بداية زيادة الضغط، يعني انت متعودة على ضغط 90-60، لما يبقى 120-80
ولا 130 90، ده مش طبيعي، ده طبيعي لوحدة تانية. وبعدين ممكن توصل الضغط لأرقام غريبة. يعني أنا شفت حالات برضو سابت نفسها اللي هي في الشدة والتدهور، الضغط معدي 200. وفي الحاجة اللي بعد كده، الحاجة السادسة اللي هي هشاشة العظام، ممكن حاجة ما تحسش حاجة خالص، وممكن حالة تحس بهشاشة عظام شديدة، وتبقى يا ولدة واحدة يعني سنها في أوائل الثلاثينات وبتاخد موانع للحمل ومش قادرة، يعني بتوصل ليها كأن الدورة الشهرية قطعت وهشاشة العظام بتاعت واحدة سنها 70 سنة. فده الوضع. التوقيت بقى ده مهم جدا، ولازم ده درس ليكوا يا بناتنا اللي بيسمعونا وسيداتنا. بنات أي حد عنده لخبطة هرمونات، سواء بنت بنوت أو مدام أو بتاخد إقراص أو ما بتاخدش إقراص، جري على الدكتور. ليه؟ لأن التوقيت تبص تلاقي الحالة جالها شوية نزيف مثلا، ده زيادة هرمون أنوثة مثلا، تقوم إيه تغير من نوع برشام لنوع برشام تاني، يقوم النزيف إيه ظبط سنة، أو تاخد الإقراص بتاعة اللبن، أو تاخد إيه الحقنة، أو تحط الكبسولة، تقعد تنقل كده. هي بعد فترة بتبص تلاقي التدهور ده حصل أكتر، لأن هي في الأول كان الخلل بسيط، كون إن هي بتنقل من نوع للنوع عمل الخلل ده. وليه بيختلف من سيدة لأخرى؟ لأننا زي ما قلنا الست أنواع من الهرمونات، ما أنا عندي ست مصادر لهذه أربع مصادر لهذه الهرمونات، ست هرمونات المضطربة. المصدر الأولاني الغذاء، المصدر الثاني الهرمونات الموانع الحمل اللي بتاخدها، المصدر الثالث التخزين والتصنيع. خلي بالكم من كلمة دي، والتصنيع في الدهن. يعني ايه التصنيع؟ يعني الهرمونات اللي مش رباني، اللي في الأكل ورأس منع الحمل دي، الجسم ما بيعرفش يكسرها عدل، فيقوم الدهون دي بتختلف بقى من حالة الأخرى حسب قدرة الدهون في السيدة دي وحسب شدة الدهون دي وزيادة قدرتها على إفراز الهرمونات، يا إما تعمل خلل بسيط يا إما تعمل خلل عنيف جدا. وأحيان كتير تكون الهرمونات دي أكثر ضراوة من الهرمونات الأصلية اللي كانت موجودة بتاخدها في إقراص منع الحمل بمراحل، لأن بيطلع هرمونات إحنا مش عارفينها، بيبقى صعب نكشفها، يعني نلاقيها في التحليل إحنا بنلاقي أعراضها مثلا. الحاجة الرابعة إن بيبتدي الكبد والكلى بيتعبوا، وقدرتهم على التخلص من الاضطراب الهرمونات سواء عن طريق الكبد أو عن طريق الكلى يضعف. شفتوا يا بناتنا ويا سيداتنا، نصيحة أي واحدة عندها اضطراب هرمونات سواء كانت بتاخد رأس منع حمل أو بتاخد أي موانع حمل هرمونية، أو حتى بنت بنوت أو أي سيدة في أي مرحلة سنية، لو سمحتي جاري على الدكتور بتاعك والحقي نفسك بالبدري، لأن الموضوع ما انتيش عارفة هيوصل فين وهيأدي لإيه. ودايما ما تلصميش الظاهر، يعني ما تطمنيش على الظاهر، تلاقي تغير الموانع لغاية لما النزيف قل، تغير الموانع لما السلس يقل، تغير الموانع لما القدرة من هرمون لهرمون، لغاية لما يعني مثلا الرغبة في العلاقة الزوجية تتعدل شوية. الكلام ده خطر، واتمنى لكم الصحة والعافية، لان الواحد قلبه بيتوجع على الحالات دي، لان دي بتبقى مشكلة مجانية. يعني ايه مشكلة مجانية؟ انت يا بنت اللي عملتيها، يعني انت اللي عملتيها في نفسك بايدك، ليه كده؟ واتمنى لكم الصحة والعافية وطولة العمر علشان ما تلاقيش مشكلة كبيرة صعب علاجها. ونلتقي في الحلقة القادمة، وانا في انتظار اي اسئلة ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.